يقول السائل: اعتمرت أنا وزوجتي، وعند نهاية العمرة وبعد أن تحللت وقع بيننا جماع، ولم تتحلل زوجتي نعم، ولم تتحلل زوجتي لأنها لم تقص من شعرها ناسية، ولم تذكر إلا بعد الجماع، فقصت بعده، فما الحكم؟ نعم، لا بد من القص، لأنه ما يتم العمرة إلا بالقص من رأسها. والجماع عليه فدية، يكون بدله فدية تذبحها في مكة توزعها على فقراء الحرم، وعمرتها صحيحة. نعم.